مزيدا من التفاصيل يضعنا فيها السيد مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي من رام الله. أهلا بك سيد مراد. لو تحدثنا الآن بداية عن الأنباء التي تم تداولها بشكل كبير هذه المرة حول موضوع اجتياح رفح. اجتياح رفح طبولها أو طبوله تقرع الآن، ما دلالات قرع هذه الطبول بهذه الطريقة وتأثيرها سياسيا على الداخل الإسرائيلي والخارج؟ يعني السياسة المتبعة من قبل نتنياهو التي أصبحت واضحة لدى الجميع، الهروب إلى الأمام في أمام هذا الفشل الذريع الذي أصاب نتنياهو في يعني على مدار 200 يوم من العدوان والحرب على قطاع غزة لم يحقق أهدافه السياسية، وإنما في كل جولة من جولات هذا العدوان يحاول الهروب إلى الأمام بتصعيد الحرب الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية. خلال الأسبوع الماضي تصاعدت التصريحات من قبل نتنياهو من أركان هذه الحكومة وقادة جيش الاحتلال بأنه سوف يجتاح محافظة رفح وستكون يعني النصر على مسافة خطوة واحدة من النصر المطلق الذي يحاول نتنياهو على مدار هذه الحرب يقول لدى المجتمع الإسرائيلي وأيضا لدى حلفاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه ماض في هذا الحرب من أجل تحقيق هذه الأهداف السياسية والنصر المطلق على حماس. ما زالت هذه هي الأهداف متعثرة وتقع في دائرة الفشل واقع المطلق. التأثير سيد مراد، واقع التأثير لهذه الأخبار لهذا الاجتياح سياسيا، وهذا ما أريد الوصول إليه، هل تؤتي أكلها في الشارع الإسرائيلي اليوم أو حتى في علاقات إسرائيل مع الخارج والداعمين لها؟ الشارع الإسرائيلي وأهالي الأسرى ينتفضون ضد نتنياهو ويرفعون سقف هذه المطالب بضرورة استقالة نتنياهو، وهناك استطلاع يشير بأن 68% من المجتمع الإسرائيلي يعتبر نتنياهو كاذب وفشل في تحقيق أهدافه ويجب عليه الاستقالة والرحيل وعلى وقف هذه الحرب التي أثبتت فشلها، وأن نتنياهو يسعى من خلال استمرار هذه الحرب من أجل تحقيق أهدافه السياسية الخاصة والمطلقة. لذلك هناك بعد أيضا التسريبات التي تشير بأن هناك العديد من قادة جيش الاحتلال سوف يقدمون استقالاتهم بما فيه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في جيش الاحتلال نتيجة هذا الفشل في هذه الحرب ونتيجة أيضا فشله في 7 من أكتوبر. لذلك هناك سيكون له تأثير فيما يتعلق في أداء هذا الجيش وفي قدرة هذا الجيش على تحقيق النصر على حركة حماس، وهو في مراحل الأخيرة من هذا العدوان الذي أثبت على مدار 200 يوم هو يجني الفشل والفشل المطلق. ما الذي يدفع الآن إسرائيل سيد مراد إلى إطلاق شائعات تبين بأنها قد تداولت بموضوع اجتياح رفح مع مصر، ومصر تنفي هذا التداول بل تؤكد مرة أخرى موقفها الرافض لعملية الاجتياح التي قد تؤدي أو ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من المذابح ومزيد من المجازر وقتل القضية الفلسطينية؟ نتنياهو يحاول خلط الأوراق ويحاول جر المنطقة إلى مربع يتعلق بتسخين بعض يعني الملفات وأيضا تصعيد يعني العلاقة مع مصر. باعتقادي القيادة المصرية منذ اليوم الأول كان لديها موقف واضح وصريح وقررته في كل المناسبات أنها ترفض اجتياح محافظة رفح وترفض أيضا الحرب على الشعب الفلسطيني. لذلك جاءت اليوم التصريحات من قبل القيادة المصرية برفض برفض اجتياح محافظة رفح، وبدأت يعني التصعيد من قبل القيادة المصرية بضرورة وقف هذه الحرب واجتياح محافظة رفح، وبدأت الاتصالات التي تقوم بها اتصالات الدبلوماسية تقوم بها وتحث قادة العالم لضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان وألا تقف الموضوع في إطار التصريحات وإنما في إطار الأفعال من أجل لجم نتنياهو على هذه الحرب. لذلك باعتقادي نتنياهو يريد خلط الأوراق في المنطقة ويريد جر
المنطقة إلى يعني مربعات هو يسعى إليها من أجل توجيه البوصلة باتجاه ملفات أخرى تتعلق بالعلاقة مع مصر أو مع غيرها، من أجل يعني انحراف بوصلة فشله في الميدان وفي القضاء على يعني تصفية القضية الفلسطينية أو على تحقيق أهدافه السياسية التي أصبحت يعني هاجس تلاحق نتنياهو بكل مكان، بأنه فشل في تحقيق أهدافه السياسية المعلنة وأصبح يسعى إلى تدمير قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني من أجل البقاء على رئاسة الوزراء والبقاء على نعم. موقع. طيب سيد مراد، يعني من يعني من قيمة أسبوع من الآن أو من قبل أسبوع من الآن تقريبا ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأهالي غزة وهم يمرحون في البحر، وهذا ما أثار الإعلام الإسرائيلي والذي ذهب إلى المطالبة يعني حتى من إعلاميين وسياسيين في تلك وسائل الإعلام المرئية للمطالبة بقتل الجميع، قتل جميع يعني كانوا كارهين لهذا المشهد، مشهد المساكين في غزة الذين يمرحون بالماء في ظل هذا أو بداية الحر في تلك المنطقة. وبموازاة هذه الصورة صور ينشرها الإعلام الإسرائيلي لمخيمات يتم إعدادها لنقل النازحين من رفح إليها، كيف تعلق على هذه الصورة وإمكانية الجيش الإسرائيلي فعلا في حماية مخيمات وهو يقصف بالأساس المناطق التي قال عنها إنها آمنة؟ علينا أن نتفق بأن قيادة دولة الاحتلال في هذه الحالة هم يمينيين ويمينيين متطرفين، لذلك يسعون إلى إبادة الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي، وما يمارس في قطاع غزة هو إبادة جماعية وتطهير عرقي، لذلك ما يجمع عليه قيادة دولة الاحتلال والائتلاف الحكومي هو قتل الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر، وما يتم من صور على التواصل الاجتماعي هو يفضح رواية وخطاب نتنياهو وأركان هذه الحكومة بأنه يستطيع إبادة الشعب الفلسطيني وحسم الصراع لا وتصفية القضية الفلسطينية، لأن ما يتم هو عكس ذلك. صحيح يرتكب المجازر والإبادة الجمعية والتطهير العرقي، وأصبحت قطاع غزة تشكل يعني أكثر من 75% غير صالحة للحياة فيها، ودمر هذه الحرب دمرت كل مقومات الحياة، إلا أعتقد أهالي قطاع غزة يرفضون التهجير والتهجير القسري ومصممون على البقاء بأرضهم ويسعون إلى يعني التثبت بهذه الأرض، ورفض يعني محاولات نتنياهو بتصعيد الآلة العسكرية من أجل يعني إجبار أهل قطاع غزة على 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 التهجير وعلى نعم سيد مراد. ذلك يعني محاولات التي يقوم بها نتنياهو ستفشل، وأن الإرادة الفلسطينية ستقف يعني نعم سيد مراد بالمرصاد نتنياهو. نعم سيد مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي من رام الله وافر، شكرا لك لانضمامك معنا في نشرة المنتصف، شكرا لك.